اليوم يجتمع رجال ونساء التعليم أمام المقاطعة الحضرية الأولى للتأكيد على مطالب المشروعة والعادلة، حقهم في السكن ضد وحدات الوحدة السكنية. نريد أيضا التنويه بمجموعة من العناوين. العنوان الأول، نحذر الولاية ممثلة في شخص الوالي المحترم السي بن عمر من التماطر والتقاعس في حل هذا الملف، لأن ذلك لن يزيد الوضع إلا تأزما وانفجارا. ثم نؤكد على مطلب آخر وأساسي باتجاه رئيس الودادية الذي ذكر إلى مديرية الأكاديمية أن الأشخاص غير منخرطون. أقول له بأننا أستاذ منذ 2008 وأديت له 1500 درهم ديال الانخراط و50 درهم ديال البطاقة، ومع ذلك يقصينا بأي طريقة يقصينا. نحن أناس منخرطون لا حق له بأن يقصينا، فهذا يؤكد بأنه إنسان عدمي ولا يريد أي حل. ثم المطلب الثالث الذي ألح عليه وأؤكد عليه بأن نضالنا الثوري مستمر إلى حين إنجاز هذا المطلب دون تقاعس دون تواني، لأن ما ضاع حق وراءه مطالب. وأخيرا آخر رسالة أوجهها إلى مديرية الأكاديمية الأخت جيدة الليبك، أذكر لها بأن نحن أناس نقبل الحوار نقبل الانفتاح، من حقنا أن نعبر عن رأينا في الشارع لذلك لا يضر أحدا، ولكن نؤكد بأن المشكلة كل مشكلة في رئيس الودادية والودادية من نفسها باعتبارها كائن هلامي لا مصداقية ولا قانونية له منذ 2010 إلى يومنا الحالي.